إذن نجدد التحية وترحيب بكل من التحق بنا وعذرا عن الخلل الفني في النقل المباشر. وهذا الهدف رقم 18 لمكارم المهدية اللي ذلل الفارق طبعا 21-18 تقدم مكارم تقدم نادي كرة اليد بهيبون عفوا عن مكارم المهدية. وهذه الكرة تبقى لفائدة نادي كرة اليد بهيبون. البحث عن تسديد ضايع الكرة لكن رمي 9 أمتار لفائدة نادي كرة اليد بهيبون. طبعا نذكر انه لا وجود اللي طبعا حكام تاولا وبالتالي ما فماش طبعا هذه كرة. والفاست بريك الان وجه لوجه ويسجل محمد امين المروعي. طبعا دخول بقوة للمكارم في هذا الشوط الثاني وطبعا عودة مرتقبة وعودة من بعيد في النتيجة بعد ما كان الفارق وصل يعني حتى 7 أهداف. الآن يتذلل الفارق على مستوى هدفين وتغيير مهم قام به المدرب مروان الزويلي بالنسبة للدفاع. طبعا صار دفاع رجل لرجل. شوفوا دفاع متقدم من جانب مكارم المهدية. وهذه الكرة تمر الآن حكيم أو رحيم العكيري. ترجع الكرة رحيم العكيري مرة أخرى البحث عن تسديد المرور. تبقى الكرة إشارة وتنبيه باللاعب السلبي واستماتة دفاعية كبيرة. إشارة وتنبيه باللاعب السلبي وفي هذه اللحظة إيقاف بدقيقتين على لاعب المكارم محمد نور الجمالي. تستأنف المباراة المكارم منقوص عدديا الآن. ترجع كرة تقاطعات البحث عن تسديد ممتاز الاختراق ولكن يتدخل الدفاع ويسترجع الكرة برمي 9 أمتار المكارم. تبقى الكرة أو عفوا رمي 9 أمتار نادي كرة اليد بهيبون. ترجع الكرة رحيم العكيري للاعب الجناح يسجل ترجع الكرة الآن التمهيد البحث عن التسديد ما تسجلش للاعب الدائرة محمد أمين مرعي ياخذ الكرة الثانية ولكن رمي 9 أمتار حسب إشارة ثنائي طاقم التحكيم. ترجع الكرة لفائدة المكارم وقت التمريرة ترجع لفائدة نادي كرة اليد بهيبون. باش يرجع الخطأ والامتلاك لنادي كرة اليد بهيبون. طبعا نجدد اعتذاراتنا لكل المشاهدين والمتابعين بعد انقطاع البث. وهذه الكرة ويسجل مرة أخرى اللاعب الجناح. نتيجة 22-19 3 أهداف فارق وضايع الكرة وبدور في المنطقة. طبعا ألحق ثنائي طاقم التحكيم يوقف المباراة للاطمئنان على صحة حارس المرمى حارس نادي كرة يد بهيبون. سلامات إن شاء الله لسمير الحاج سالم. Yeah.
قلنا اذا يقوم حارس نادي كره اليد بيبون سلامات وبالتالي باش يستأنف المباراه. قلنا تقدم حيني لنادي كره اليد بيبون على مكارم المهديه 22-19 ثلاثة اهداف فارق. بالتالي ترجع الكره وتبقى لفائده نادي كره اليد بيبون ويسجل اسامه بنور لحو يسجل الهدف رقم 23 23-19 طبعا هذا حسب حساباتنا ولكن وهذا اقصاء وايقاف بدقيقتين على لاعب نادي كرة اليد بهيبون هو اللاعب اسامة بن عمر. إذن ترجع الكرة لفائدة مكارم المهدية للاعب الجناح ويسجل ممتاز الهدف رقم 20 22-20 عفوا. هذا طبعا حسب حساباتنا لأنه لا وجود لصبورة لامعة ولا وجود طبعا بنتيجة المباراة لأنه ما فماش حكام طاولة وهذه كرة ضايعة رمية 7 أمتار مع إيقاف بالدقيقتين على اللاعب كارم المهدية حامل القميص رقم 71 عبد المؤمن القريع رمية 7 أمتار. رحيم العكيري في مواجهة سالم بوشناق ويسجل رحيم العكيري. يسجل 23-20 ثلاثة أهداف فارق لفائدة نادي كرة اليد بهيبون ليبقى متقدم إلى حد الآن. ممتاز المرور 23-21 تالي طبعا ترجع الكرة لنادي كرة اليد بهيبون. تقاطع رحيم العكيري يبحث عن المرور الكرة ما توصلش للاعب الدائرة البحث عن فاست بريك لكن ضاعت الكرة وربما اقصاء بالدقيقتين على رحيم العكيري او لا. استأنف المباراة هذه الكرة ويسجل 22-23 ويدخل الان ياسين الشوك من جانب نادي كرة اليد بهيبون. بالتالي يكتمل الان نصاب نادي كرة اليد بهيبون وهذا تسلسل ممتاز والحارس يتصدى الحارس سالم بوشناق. ترجع الكرة الان محمد امين المروعي واقصاء بالدقيقتين على اسامة بنور لحو. طبعا يخرج اللاعب اسامه بنور لحو بالتالي توصل الكره للجناح ويسجل ويعدل النتيجه 23-23 وبالتالي يعود المكارم من بعيد ويرجع مكارم المهدية في المباراة. طبعا يصلحوا لي ويقولوا لي المكارم لم تعدل بعد
ونادي كرة اليد بهبون يبقى متقدم بفارق هدف. وهذه الكرة ويسجل ويسجل بالتالي زوز اهداف فارق الى حد الان. وهذه الكرة والمرور محمد امين المروي ويضيع الكرة لكن يتحصل على رمي 9 امتار. طبعا يصلحوا لي يقولوا انه النتيجة طبعا هي كانت 24-23 بالتالي تصبح 25-23. تقدم نادي كرة اليد بهيبون بهدفين فارق. طبعا رغم عودة المكارم وهذا يصبح الفارق الآن هدف وحيد. قلنا ممتاز اللاعب الجناح والمكارم في هذا الشوط الثاني يعني يعرف النجاح. شوفوا طبعا مناوشات بين طبعا الجمهور وثنائي طاقم التحكيم بالتالي الحكم سيف الدين عميش وسيف الدين سوسية ينبهوا على مسؤولي مكارم المهدية بتهدئة الأوضاع والجماهير. ترجع الكرة ايضا لفائدة نادي كرة اليد بهيبون. قلنا هذا خطأ والان فرصة تعديل النتيجة للمكارم. محمد امين المروعي وجه لوجه ويسجل يسجل محمد امين مروعي ويعدل النتيجة. اذا 25-25 تعديل النتيجة من مكارم المهدية. يخرج كالعادة محمد أمين مروعي على حمزة الشيخ وتبقى الكرة لفائدة نادي كرة اليد بهيبون. رمي 9 أمتار أو خطأ للمكارم. هذا رحيم العكيري التسديد ضايع الكرة. رمي 7 أمتار وإقصاء بالدقيقتين. رمي 7 أمتار وإقصاء بالدقيقتين. تشتعل المدرجات إذن رميت 7 أمتار. سالم بوشناق في مواجهة رحيم العكيري فهل يسجل أم لحارس المكارم كلمة أخرى؟ رحيم العكيري ويتصدى يتصدى سالم بوشناق يتصدى حارس المكارم سالم بوشناق لرمية 7 أمتار وبالتالي يخلي النتيجة على حالها ويعطي فريقه فرصة للتقدم وأخذ الأسبقية. وهذا باساج اون فورس ودخول بقوة على لاعب المكارم. يعني لما تصدى الحارس سالم بوشناق المكارم يضيع الهجمة ويضيع فرصة أخذ الأسبقية. على كل ترجع الكرة برمي 9 أمتار لفائدة نادي كرة اليد بهيبون. رحيم العكيري يضيع ورمية 7 أمتار جديدة لنادي كرة اليد بهيبون. صرنا تقريبا 25 دقيقة تقريبا قلنا ونذكروا لا وجود لا للوحة ولا لحكام طاولة. وهذه كرة ويسجل المرة هذه أسامة بن عمر وبالتالي الأسبقية ترجع بهدف لفائدة نادي كرة اليد بهيبون.
يرجع الكرة الآن للمكارم، ما توصلش للجناح، ما وصلتش الكرة للاعب الجناح، بالتالي رمي 9 أمتار للمكارم، توصل الآن للجناح لكن ما ياخذش الكرة، ما ياخذش الكرة رقم 7 حاسم الحمروني، يضيع الهجمة على المكارم، بالتالي يبقى الامتلاك لنادي كرة اليد بهيبون، ويتصدى الحارس، يتصدى الحارس وخرجت الكرة، تمشي الكرة طويلة وجه لوجه، وجه لوجه، وضايع الكرة، ضايع الكرة على المكارم، ضايع الكرة على المكارم، وبالتالي تبقى الأسبقية لنادي كرة اليد بهيبون. مباراة مجنونة، سيناريو مثير، الكرة وتسديد، والحارس يتصدى، يتصدى الحارس، البحث على الفاست بريك، البحث عن عكس الهجمة بسرعة، تبقى الكرة، التسديد، ويتصدى الحارس ومرة أخرى، وتسجل، تسجل الكرة، ويرجع المكارم ويعدل النتيجة، تبقى الكرة اللي فادت نادي كرة اليد بهيبون. أخذ الأسبقية، تمر الكرة إلى لاعب الجناح ويسجل، ويسجل ممتاز، ترجع الأسبقية مع 1 لفائدة نادي كرة اليد بهيبون، ترجع الكرة الآن للمكارم، البحث عن تعديل النتيجة، تبقى الكرة للمكارم، ممتاز المرور، وضايع الكرة مازال للمكارم، و باش ترجع الكرة برمية 9 أمتار، البعض عن تسديد ويسجل، ممتاز الكرة وممتازة تسديدة على الثبات من اللاعب حسين الصغير، إذا تعديل النتيجة 26-26، دخلنا في الدقائق واللحظات الأخيرة، والحارس سالم بوشناق يتصدى، خير التريث الآن مكارم المهدية، يبقى الكرة للمكارم وفرصة لأخذ الأسبقية، هذا لاعب الجناح ممتاز المرور، لكن دخول في المنطقة، دخول في المنطقة، وبالتالي يضيع الهجمة على فريقه، مر الكرة الآن، ممتاز المرور، ويضيع، يضيع الكرة، ولكن يكسب رمي 9 أمتار، يكسب رمي 9 أمتار، يبقى الكرة لنادي كرة اليد بهيبون، البحث عن مرور، ممتاز الاختراق، ويسجل، يسجل، وإقصاء بالتقليل، إقصاء بالتقليل على محمد أمين المروي، وهو وقت مستقطع، وقت مستقطع يطلب المدرب مروان الزويلي، قلنا اذا ونذكر النتيجه، نقطه فارق لصالح نادي كره اليد بهيبون،
27-26 وطبعا اقصاء اللاعب حازم الحمروني بالبطاقة الحمراء. بالتالي ستستأنف المباراة بعد لحظات. قلنا أيضا نقطة فارق لصالح نادي كرة اليد بيبون، ومكارم المهدية منقوص من لاعب لمدة دقيقتين قادمين، لأنه اللاعب حازم الحمروني خذاء البطاقة الحمراء. وهذه كرة وتمريرة مخطئة ترجع لفائدة نادي كرة اليد بيبون، وضايعة الكرة، ضايعة الكرة، دخول في المنطقة والحارس يتصدى. ترجع الكرة الآن لفائدة المكارم، البحث عن لاعب الدائرة، تصل الكرة ممتاز ويسجل، يسجل رقم 72 أمين المجري، يسجل ويعدل النتيجة. الكرة ترجع لفائدة نادي كرة اليد بهيبون، والحارس يتصدى، ممتاز الحارس سالم بوشناق يتصدى. ترجع الكرة والامتلاك لفائدة مكارم المهدية. البحث عن مرور ما توصلش للاعب الدائرة، البحث عن فاست بريك، رحيم العكيري، رحيم العكيري ويسجل، يسجل رحيم العكيري، وبالتالي ترجع النتيجة نقطة فارق والأسبقية للمكارم. رامي 9 أمتار، رامي 9 أمتار لفائدة مكارم المهدية. ترجع كرة من أمين المشري، رمي 9 أمتار، البحث عن الثغرة والبحث عن التسديد. ترجع كرة حسين الصغير إلى لاعب الجناح ويضيع، ضايع الكرة، ودخول في المنطقة، دخول في المنطقة وإصابة حارس نادي كرة اليد بهبون. ضايع الكرة كانت من أمان الله أبو صفارة، صدى الحارس سمير الحاج سالم. طبعا مباراة في لحظاتها الأخيرة، مباراة أوشكت على النهاية. على كل طبعا يقوم سلامات حارس نادي كرة اليد بهيبون، سلامات إن شاء الله للحارس سمير الحاج سالم، لأنه صحة وسلامة اللاعبين أهم حتى من نتيجة المباراة، لأنه الأمانة في الأصناف الشبان، يعني الأهمية تبقى دوما للتكوين الأساسي والصحيح طبعا، ولتكوين لاعبين يعني يقدروا أنهم يكونوا متواجدين في صنف الأكابر. ولكن النتائج غير مهمة، ولو أنه نتائج الأصناف الشبان سواء في نادي كرة اليد بهيبون أو في نادي مكارم المهدية أكثر من مشرفة، يعني تتويجات لعديد وعديد الأصناف ضد حتى أكبر الفرق، ضد النجم الساحلي، ضد النادي الإفريقي، ضد الترجي. بالتالي هذا خطأ، ورمي 9 أمتار جديدة لفائدة نادي، هذا وقت مستقطع، وقت مستقطع يطلب مدرب نادي كرة اليد بهيبون ربما للحفاظ أكثر على الكرة
ولتسجيل الكرة هذه، لأنه الفارق الآن يتقلص مستوى نقطة واحدة لفائدة نادي كرة اليد بهيبون، بعد ما كان الفارق مع نهاية الفترة الأولى 5 أهداف، وصل مع بداية الفترة الثانية حتى ل7 أهداف، ولكن قوة الشخصية بالنسبة لمكارم المهدية خلات الفريق يرجع مستوى إلى 1 الآن، بالتالي يبقى التقدم الحيني والآني لنادي كرة اليد بهيبون بفارق هدف وحيد. ما زالوا تقريبا 3 دقائق ونصف على نهاية المباراة، بالتالي كل شيء ممكن، كل شيء جائز بإمكان نادي كرة اليد بهيبون الانتصار، أو بإمكان كذلك مكارم المهدية العودة في المباراة وتحقيق الانتصار. على كل مباراة مفتوحة، على كل السيناريوهات، مباراة متكافئة، مباراة متوازنة بين زوز فرق من ولاية المهدية، زوز فرق من مدينة المهدية، نادي كرة اليد بهيبون والمكارم، وهذا الاختراق ممتاز ودخول في المنطقة، وبالتالي باش ترجع الكرة لفائدة نادي كرة اليد بهيبون. ترجع الكرة الآن، ممتاز المرور ولا هدف، طبعا زوز أهداف فارقة الآن لفائدة نادي كرة اليد بهيبون، وهذا المرور والحارس يتصدى، الحارس يتصدى والحكم يوقف المباراة للإطمئنان على صحة الحارس، لأنه التسديدة الأخيرة كانت على مستوى الوجه من أمان الله أبو صفارة على حارس نادي كرة اليد بهيبون. على كل سلامات إن شاء الله لسمير الحاج سالم. ما زالوا 3 دقائق على نهاية المباراة، سلامات حارس نادي كرة اليد بهيبون. سيستكمل المباراة، وهذه بطاقة صفراء في وجه المدرب المساعد أيمن البريقي، هو بالاساس مدرب الاصاغر، يرافق اشبيله ويرافق لاعبيه. بالتالي ستستأنف المباراة وباش ترجع الكرة لحارس نادي كرة اليد بهيبون. تستأنف المباراة وابناء مروان الزوالي متأخرين فارق 2 أهداف، وهذه الكرة توصل للاعب الجناح لكن ما وقع الزاوية، مضطر يرجع للخلف، تبقى الكرة لفائدة نادي كرة اليد بهيبون. التمرير الآن، البحث عن الاختراق، ورمي 9 أمتار يتحصل عليها اللاعب المكارم. هو الاقصاء الثالث، وبالتالي البطاقة الحمراء، البطاقة الحمراء في وجه كابيتان والمكارم محمد امين المروعي. تستأنف المباراة بما تجديد، هو اقصاء محمد امين المروعي بالبطاقة الحمراء، بالتالي تبقى الكرة لفائدة نادي كرة اليد بهيبون، ويبقى المكارم متأخر عددا ونتيجة، وهذه الكرة توصل للاعب الجناح، يرفع الكرة بالحارس ويتصدى، يتصدى المرة هذه
الحارس سالم بوشنير. تبقى الكرة للمكارم، فرصة ربما لتغيير الفارق. المرور الآن، تبقى الكرة لكن ما توصلش لليمين، البحث عن المرور، ممتاز الاختراق وضيع الكرة. إقصاء بالدقيقتين على أسامة بن نور لحو. باش ترجع الكرة برمية تسعة متر. باش يرجع الامتلاك لفائدة نادي كرة اليد بهيبون برمية تسعة امتار. رحيم العكيري، تبقى الكرة لرحيم العكيري، يبحث عن الاختراق، ممتاز المرور ولكن ضايع الكرة، ماشي بالكرة وترجع الكرة لفائدة المكارم. ترجع الكرة في الخلف، ممتاز قطع الكرة، الفاست بريك الآن وجه لوجه، وضايع الكرة، ضايع الكرة، تصدى الحارس سالم بوشناك. المرور الآن، البحث عن تسديد، ضايع الكرة وبعيدة، ضايع الكرة وبعيدة من أحسن الصغير، هو حسين الصغير. سلامات إن شاء الله. فما زوز لاعبين على أرضية القاعة، هما حسين الصغير ورحيم العكيري، كابيتان نادي كرة اليد بهيبون. نذكر النتيجة، تقدم نادي كرة اليد بهيبون بزوز أهداف فارق. علامة كارم المهدية، شوفوا غضب من المدرب مروان الزوالي على اللاعب حسين الصغير بعد التسرع في الكرة الأخيرة. ما زالت أقل من دقيقة على نهاية المباراة. مباراة طالت كثيرا للأمانة وصراحة، يعني مباراة طالت تقريبا 11:35 دقيقة، والآن الساعة الواحدة 11 دقيقة أو 12 دقيقة والمباراة لم تنتهي بعد. انتظار استكمال المباراة. مباراة الأمانة شهدت عديد التوقفات، وهذه الكرة الآن للمكارم، يدخل الآن يكتمل إصابة المكارم، ضاعت الكرة، بالتالي احتفالات لاعبي نادي كرة اليد بهيبون، وبالتالي على ما يبدو مباراة أوشكت على النهاية. يخرج الآن لاعبي المكارم في دفاع الواحد ضد واحد. رحيم العكيري، ممتاز المرور رحيم العكيري، لكن خرجت الكرة، خرجت الكرة، رجعت لفائدة مكارم المهدية. لحظات على نهاية المباراة، تكون الكرة الأخيرة، البحث عن تسديد الآن، توصل للاعب الجناح، يسدد ويتصدى الحارس، ورسميا نهاية المباراة بانتصار نادي
كرة اليد بيقول على مكارم المهدية. ألف مبروك لأبناء هيبون وهارد لك لمكارم المهدية. ألف مبروك طبعا لأبناء هيبون، المرور للمرحلة القادمة والدور القادم طبعا اللي هو الدور الثاني من البطولة. إذن على هذه المشاهد ينتهي هذا البث المباشر الذي أمنته لكم راديو ام اف ام طبعا بتصوير مجدي الخليفي. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي ان شاء الله في قادم المواعيد الرياضية.